أعلنت الأمم المتحدة توصل ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات بمدينة الحديدة. الإعلان جاء في تصريحات لستيفن دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. ورفض دوغريك تقديم إيضاحات بشأن تفاصيل الاتفاق مكتفيا بالقول أنه تم الاتفاق على حل وسط أولي. تفاؤل أممي يقابله تشاؤم شعبي بخصوص ملف مدينة الحديدة اليمنية. الأمم المتحدة تؤكد التوصل إلى اتفاق مبدئي لبدء إعادة الانتشار في المدينة الساحلية بموجب اتفاق السويد، غير أن تحديات ما زالت قائمة أمام تحقيق هذا الهدف، منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع. اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بقيادة الدنماركي الجنرال مايكل لوسيغارد سوف تستمر على متن السفينة الأممية المستأجرة، في الوقت الذي ما زالت فيه فرق الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب التي يمكنها إطعام ملايين اليمنيين الجوعى. حقيقة الأمم المتحدة بتفاؤل هذا يعني صدمت الشارع اليمني. في تحديات كبيرة تواجه الأمم المتحدة، حيث أن طرفان لم يقدم تنازلات لبعضهما. الأمم المتحدة يجب أن تكون جادة. الشارع اليمني مل من سلسلة المفاوضات التي تجريها سواء كانت في البحر أو في البر. على الصعيد الميداني الالتزام بوقف إطلاق النار لم يتم بالشكل المطلوب. الاشتباكات المتقطعة بين الطرفين تندلع في أكثر من منطقة وحي بمدينة الحديدة يصاحبها تحليق لطيران التحالف السعودي الإماراتي. الخروقات المتكررة للهدنة بين الحوثيين وقوات هادي تشعر اليمنيين باستمرار أن الحل السلمي أمر بعيد المنال. طالما أن هناك لا يوجد التزام ما بين الطرفين لوقف إطلاق النار، إذن لا يوجد حل. ضروري يعني ضروري الطرفين أن يلتزموا بوقف إطلاق النار حتى يوجد حل. لا شيء هنا يذكر بأن طرفي الصراع قد قطع عهودا خلال مشاورات السويد أواخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ ووقف إطلاق النار. نبيل اليسوفي، التلفزيون العربي. في شأن متصل، أكد عضو لجنة التفاوض عن الحكومة اليمنية يحيى الحاسر أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص تبادل الجثامين بين طرفي الصراع في اليمن بإشراف البعثة الأممية والصليب الأحمر. وأضاف الحاسر في تصريح صحفي مقتضب على هامش اجتماعات فرقاء الأزمة اليمنية في عمان أن الاتفاق سيتم على 4 مراحل وضمن جدول زمني من المتوقع أن يكون شهرا من تاريخ الاتفاق. وبين الحاسر أن المرحلة الأولى هي تسليم الجثامين التي تتواجد في الثلاجات المركزية، ومن ثم حصر الجثث في المقابر، ومن ثم الجثامين في المقابر البعيدة عن خطوط التماس، ومن بعد ذلك الجثامين في المقابر على خطوط التماس. ينضم إلينا من عمان مراسل التلفزيون العربي ليث الجبور. ليث، حصر الجثامين وتسليمها، هل هذا هو كل ما استطاع الفرقاء التوصل إليه بعد هذه الجولة؟ حتى اللحظة بالفعل تم الاتفاق على موضوع الجثامين حتى اللحظة. إذا نلاحظ الآن يعني انتهى، يعني على ما يبدو سينتهي بعد قليل اجتماع موضوع الأسرى. يعني الآن بدأ يعني كما نلاحظ بخروج عدد من أعضاء اللجنة، لجنة الأسرى تحديدا. حتى الآن لا نعلم إذا كان تم التوصل إلى اتفاق بما يخص موضوع الأسرى، الموضوع الشائك منذ أشهر والذي يعني لم يتم التوصل إليه بسبب ما قالوا إنها أرقام وأسماء غير وهمية غير حقيقية، معظمهم من قتل في الجبهات. موضوع الجثث بالفعل تم الانتهاء منه وتم الاتفاق عليه. الآن العدد 1000 مقابل 1000 بين الطرفين، بين الحكومة اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثي. يعني
اليوم كان هو يوم تمديد إضافي، حتى أن خاصة أن الثلاثة أيام الماضية لم تكن يعني هناك نتيجة تذكر أو تقدم أحرز على صعيد المفاوضات. انتهى قبل قليل، خرج مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة من الاجتماع، ويعني دون أن يدلي بأي تصريح للصحفيين. الاجتماع كان مغلق، لم يسمح لوسائل الإعلام بالدخول. على ما يبدو الآن بدأ يعني يخرجون من الاجتماع، بعد قليل ستتضح الأمور أكثر في حال تم الاتفاق بموضوع الأسرى تحديدا أو لا، خاصة أن ملف الأسرى يعتبر هو الملف الأكبر ضمن هذه اللقاءات وهذه المفاوضات. طبعا ليث سندعك أن تقترب أكثر من مصادر الخبر هناك، علنا نحصل على معلومات أخرى. شكرا جزيلا لك مراسلنا من عمان. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مرحبا بك دكتور. إذن اتفاق في مفاوضات السفينة في الحديدة حول سحب القوات من الميناء يقابله اتفاق حول تبادل الجثامين وليس تبادل الأسرى في عمان، هل برأيك هذا أو هذه الاتفاقات كافية لتحريك عملية السلام ولتحقيق أي تقدم في جهود السلام اليوم في اليمن؟ لا أعتقد أن عملية السلام قد وضعت يعني قدمها في صيرورة المسار كما نقول. تبادل الجثامين في الأردن بعد حوار ماراثوني، كما نعلم نحن لسنا في صراع رمزي كما هو الحال بين الإسرائيليين والفلسطينيين عندما يتحدثون عن تبادل الجثامين مقابل كم عدد من السجناء الفلسطينيين، بمعنى أن قيمة الإسرائيلي أعلى. في الثقافة العربية الإسلامية نحن نعلم أن ليس لدينا تلك الأهمية التي نوليها للجثامين، لذلك هذه عملية لذر الرماد على العيون. نحن نعلم أن لم يحققوا شيء، حاولوا النظر إلى هذه المسألة من منظور غربي تبادل الجثامين. هم بنظر اليمنيين كما نعلم وإدارة ثقافتنا العربية الإسلامية مجرد يعني مجموعة. ولكن دكتور شمسان، عندما يصل الأمر إلى حد تبادل الجثامين بين أبناء الوطن الواحد، ألا يعكس هذا انسدادا أصلا في العملية السياسية برمتها وعدم قدرة أي طرف على المضي قدما في أي اتفاقية حقيقية في المستقبل؟ أنا أتحدث ليس بتفكيري الشخصي، أتحدث بتفكير الحوثيين وبتفكير الآخرين. هم يتعاملون مع الجثث كأنها ليست أرقام وليس لها قيمة. أنا أتحدث من منظور ما يفكرون، لذلك أعتقد أن هذه فقط تحت ضغط الأمم المتحدة وهي خطوة لن تذهب بعيدا نحو تبادل الأسرى، ولن يحدث ذلك. هذه مجرد هناك ضغوط دولية تمت للحديث عن خطوة أولية باتجاه تبادل الأسرى، لن يتم تبادل الأسرى، هناك تبادل للجثامين، والجثامين هي منتهية بالنسبة للمنظور العربي الإسلامي، إنها أصبحت عبارة عن أجساد، أقولها بتجرد من العواطف. بالنسبة للحديدة كما تعلم طبعا قد يفهمني البعض وأنني مجرد من عواطفي، لكن أتحدث الآن من منظور عقلاني صرف. بالنسبة للحديدة هناك الحوثيين هم يعتبرون أن الحديدة انتصار لهم، حتى في حال تسليمها قد يبدو يرفضون يناورون، لكن ما تم في الحديدة قد هزمت بشكل قوي جدا دول التحالف والسلطة الشرعية عندما أصبحت ندا للميليشيات الحوثية. هم سيكسبون مزيد من الوقت، لكن في الأخير نعم. هناك محاولات لكسب الوقت نعم، ولكن اتفاق سحب القوات ألا يمثل برأيك نجاحا للمراقب الدولي الجديد لونيس غارد؟ هل برأيك سينجح فيما فشل سلفه كمرت؟ هو على الأقل حتى الآن لا يتهم بالانحياز لا من هذا الطرف ولا من ذلك. لا، المسألة لا علاقة لها بالمراقب الجديد ولا علاقة لها بالقديم. المسألة مرتبطة بالوقت ومرتبطة بقوة ضغط الدول المهيمنة وتحديدا بريطانيا. هم سيضغطون بكل الإمكانيات لتطبيق اتفاق الحديدة. الحوثيين يعرفون ذلك أنها مسألة وقت، ولكن علينا أن نناور إذا تمكننا من تحويل الأزمة الأسرى في الأردن والحديدة إلى حل شامل، وهذا هو الهدف. نعم. إذا لم نتمكن من التحول إلى حل سياسي في الأخير نحن أصبحنا ند، وبالتالي
تعميم النموذج الحديدة على بقية المناطق يعني أن الحوثيين أصبحوا قوة رئيسية وقوة سلطة واقعية، ودول التحالف بكل إمكانياتها وقوتها فشلت بعد 4 سنوات، أصبح الحوثيين أمرا واقعا. ومن هنا أنا أعتقد ليس على المستوى القريب أن نحقق سلاما، ولن يتم تبادل الأسرى على المستوى المتوسط حتى. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا من إسطنبول. نتابع في العربي اليوم بعد قليل. الفلسطينيون يشاركون في جمعة جديدة من مسيرات العودة تحت الشعار لن نساوم على كسر الحصار.